عايزه اقول لكم ان اسعد لحظه لكل راجل وكل ست اثناء الحمل، الست لما بتروح تعرف نوع الجنين ده ايه، ولد ولا بنت، وبيبقى في اشتياق جدا بين الراجل والست، طب يا ترى هجيب بنت يا ترى هجيب ولد. وزمان الحقيقه كانت في الدراما المصريه الجميله ايام ابيض واسود، كنا بنلاقي دايما الراجل بيقول للست انا هتجوز عليك انت خلفتك كلها بنات، والعكس صحيح، بنسمع دايما انت خلفتك كلها ولاد انا هتجوز واحده ثانيه عشان اجيب بنت، وكان الست المتحكمه الاولى والاخيره ان انا هجيب ولد او بجيب بنات. دلوقتي الطب تطور بشكل كبير جدا ان احنا ينفع نحدد نوع الجنين، تخيلي يا مها النهارده بقينا نعرف ونحدد نوع الجنين. طبعا الطب تطور بشكل كبير جدا، خلونا نتكلم في كل التفاصيل دي واكتر كمان مع ضيفنا اللي منوره النهارده في لمتنا الحلوه القيمه والقامه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور احمد عوض الله، استاذ مساعد امراض النساء والتوليد بجامعه عين شمس، واستشاري العقمه اطفال الانابيب، وعضو الجمعيه البريطانيه للخصوبه والعقمه، وايضا دكتوراه النساء والتوليد والعقمه، رئيس مجلس اداره مستشفى دار الطب. اهلا بيك يا دكتور، منورنا في لمتنا الحلوه. ازيك يا دكتور احمد؟ اهلا بيك فن. دكتور انا عايزه اسال عن هل في طرق طبيعيه ممكن تخليني احدد نوع الجنين، ولا هو الحقن المجهري، ولا هو التلقيح الصناعي؟ هو طبعا المسؤول عن الجنس بتاع الرجل المولود او البيبي هو الرجل. والرجل دوره في عمليه حدوث الحمل هو الحيوان المنوي. والحيوان المنوي ممكن يكون بيحدث حمل في ذكر وقد يحدث حمل في انثى. كيف يحدث الحيوان المنوي الحمل في ذكر من انثى؟ انه الحيوان المنوي بيحمل الكروموزوم واي. فلو الحيوان المنوي اختلط التقى مع البويضه ولم يظهر الواي كروموزوم فهيبقى الجنين دون اكس اكس. كيف يظهر الحيوان المنوي في اللقاء مع البويضه؟ هما الاثنين بيتقابلوا في حاجه اسمها قناه فالوب. قناة فالوب هي مكان أو جزء من التكوين بتاع الرحم. في حاجة اسمها قناة فالوب يمين، في حاجة اسمها قناة فالوب شمال. المكان دون بيجري فيه الحيوان المنوي بعد لما يحدث الجماع بين الرجل والمرأة في رحلة إلى حد ما تعتبر رحلة شاقة جدا بالنسبة للحيوانات المنوية، عشان يعدي من عنق الرحم ثم تجويف الرحم ثم الوصول الى قناة فالوب في الناحية الشمال او اليمين. ما حدش يعرف الحيوان المنوي اللي هيقابل البويضة هو انهي حيوان منوي. وملايين الحيوانات المنوية بتصنع، ولكن لا يعلم الطب كم من الحيوانات المنوية يصل الى قناة فالوب. والبويضة في بعض الاحيان بتخرج من المبيض في رحلة قصيرة جدا من المبيض وصولا الى مكان مقارب من الحتة اللي هي بتفرز منه في المبيض، تعوم في هواء تدخل جوه، او يعني تعوم في تجويف البطن وتدخل بعد كده داخل قناة فالوب. فرحلة البويضة اسهل بكثير من رحلة الحيوان المنوي. وصول الحيوان المنوي الى قناة فالوب هو بيدخل في حاجة اسمها التلت الخارجي من قناة فالوب. قناة فالوب من الداخل متعددة القياسات في القطر، يعني في حتت في القناة فالوب دقيقة جدا، وفي حتت في قناة فالوب بتوسع وتضيق يعني. بالظبط. اوكي. والحيوان المنوي حال وصوله الى البويضة برضو تاني، احنا ما فيش حاجة في الطب بتقول كم حيوان منوي بيوصل ومن الحيوانات المنوية التي تحدث حمل في ذكر من انثى. والحيوان المنوي